طيب اليوم بدنا نشوف كيف ممكن نحن نستخدم، يعني المحاضرة الماضية احنا اخذنا الاستوكاستيك جريدينت ديسنت الجوريثم، فالان بدنا نشوف كيف احنا ممكن نستخدمه مع التنسر فلو، يعني كوصفات انه يعني كصورة عامة. طبعا انا جمعت لكم هنا كيف انه ممكن يكون الماشين ليرنينج كود لايف سايكل بشكل عام. طبعا احنا بدنا نتفق انه البيانات انا عندي بدها تتقسم اكس وواي، الاكس هي عباره عن مجموعه من الفيتشر والواي هو عباره عن التارجت اللي انا بدي اعمل له بريدكت، سواء كان التارجت هذا نيوميريك او كاتيجوريكال. تمام، فانا عندي هنا اندبندنت فاريبل وديبندنت فاريبل او فيتشرز وتارجت او اكس وواي ببساطه شديده. حقيقة الاسكيلر الخطوات الاساسيه اللي موجوده انا عندي، تمام، انه انا بدي اعمل لود للبيانات انا عندي بهذا الشكل. تمام، بدي اعمل ترين للاستيميتور، الاستيميتور هنا بيقصد فيه اللي هو عبارة عن الموديل تبعي، بعدين بعد ما يعمل له ترين بده يعمل بريدكت وهي البرفورمانس. فبالتالي انه الخطوات انا عندي ككود، تمام، الخطوة الأولى زي ما انتم شايفين هنا انه موديل بتساوي استيميتور نيم، اسم الالجوريثم ممكن تكون اسم الالجوريثم نايف بايس، ممكن تكون اسم الالجوريثم ديسيجن تري، ممكن تكون اسمها كي ان ان بغض النظر. فبالتالي انت تشوف تفتح موقع تبع الاسكيلير بتشوف ايش في عندك خوارزميات انت ممكن انه انت تستخدمها. تمام، فانت عندك هنا خوارزميات للكلاسيفيكيشن، هي وكاتب لك اسماء الخوارزميات، فانت ممكن انه انت تجرب. في عندك خوارزميات للريجريشن، خوارزميات للريجريشن. فبالتالي اول خطوه هي تعريف الاستيميتور، الاستيميتور المقصود بها اسم الخوارزميه. الخطوه الثانيه اللي هي الفت، حتلاقي انه الشغله هذه انه انت بتتكرر معك في كل مكتبات الماشين ليرنينج. اول خطوه بتعرف الموديل، الخطوه الثانيه بتعمل فت. في الفت انت ايش عاده بتدي له؟ بتدي له الاكس والواي. طبعا هنا تم تقسيم الاكس والواي لترين، تمام، لانه تم تقسيم البيانات انا عندي لترين وتيست. تمام، الخطوه رقم 3 بريدكت، الخطوه رقم 4 سكور. هذه هي الخطوات الاربعه الاساسيه انا عندي في الاسكيلير، وهذا الكلام احنا كنا نشوفه في الامثله اللي احنا كنا نعطيها. تمام، اما اوكي ممكن ان انا اساعدك فيها، يعني ما فيش مشكله، لانه الداتا كليننج يفترض انه انت اخذتها في الداتا ساينس يعني، بس ما في اشكال في كورس الداتا ساينس يعني. اما بالتنسر فلو انا في عندي 5 خطوات، لاحظ انه انا عندي هنا في الاسكيلير 4 خطوات، لكن هنا في التنسر فلو 5 خطوات. ايش الفرق؟ ايش الخطوه الاضافيه؟ ماذا تعتقد ان يعني التنسر فلو كومبايل؟ تمام، بس هذه هي الخطوه الاضافيه اللي موجوده عندنا. فبالتالي هنا ديفاين ذا نتورك، طبعا هنا التنسر فلو بيحكي تحديدا على نيورال نتوركس، على ديب نيورال نتوركس. فبالتالي اول خطوه اللي هو يعني انه انت تعرف النتورك الاركتكتشر تبعتها. الخطوه الثانيه تعمل كومبايل، تمام، هذه هي الخطوه الاضافيه اللي بتفرق انا عندي عن الاسكيلير. الخطوه الثالثه فيت، الخطوة الرابعة evaluate و make prediction. لاحظ انه الترتيب تبع اخر خطوتين مش مهم الترتيب كتير، يعني هنا بيعمل evaluate بيعمل بعدين بيعمل predict، بتلاحظ هنا انه بيعمل هنا predict وبعدين بيعمل هنا evaluate. يعني هو انت فعليا مش هتقدر تعمل evaluate الا لما تعمل predict. تمام، فهنا معنى البريدكت انه انت بدك تعمل بريدكت لنيو داتا ولا للتست داتا، هي الفكره في الموضوع يعني. فعشان هيك انه انت الترتيب انت عندك انه شويه بيختلف. تمام، طيب ناخذ الخطوات هذه خطوه خطوه. طبعا اول خطوه اللي هو تعريف النتورك، طبعا تعريف النتورك انه انت بدك تعرف الموديل تبعك، بدك تعمل موديل بتساوي سيكوينشال. سيكوينشال معنى ذلك انه انت بتوصل، انت في عندك انواع في النيورال نتورك، كل انواع النوع الشائع اللي هو فولي كونكتد نيورال نتورك، يعني انه بتكون في عندك عده طبقات، كل طبقه فيها عده نيورون، كل نيورون موصل بكل النيورونز في الطبقه التي تليها.
تمام، كل نيورون موصل بالطبقة التي تليها، تمام؟ عشان هيك الطبقة هذه بيسموها دينس. كيف؟ سيكوينشال موديل، السيكوينشال موديل معنى ذلك انه انت بتوصل الطبقات ورا بعض، لانه انت في عندك توبولوجي مختلفة في النتورك، طريقة التوصيل. طريقة التوصيل انت عندك بتختلف، يعني هنا في عندك ملف PDF معروف، أنا آمل إنه أنا أعثر عليه بسهولة وأوضح لك إيش في عندك طبقات مختلفة. أو إيش architectures مختلفة أنت عندك في الـ Neural Network، هو هذا. تمام؟ خلينا نشوف هو نفس الملف. نعم مش شرط. طيب لاحظ انه انت عندك هنا في عندك الدليل تبع السيلز اللي انت عندك، هذه عبارة عن هيدن سيل، هذه عبارة عن انبوت، هذه نويزي انبوت سيل، هذه probabilistic هيدن سيل. فانت في عندك كل سيل، هذه ميموري سيل، الهدف الاساسي تبعها انه انت تحتفظ، انه هي تحتفظ بالمعلومات، تمام. وفي انت عندك convolution او pooling سيل، تمام. فهي بتجري عمليات التفافية على المدخلات اللي بتكون موجودة. يعني على سبيل المثال أبسط شبكة مكونة من نيورون واحد، وبيسمى هذا النيورون البيرسبترون. بالتالي أنت بيكون في عندك تو إنبوت، تمام، وأوتبوت واحد، تمام. في عندك الفيد فورورد نيورال نيتورك أو الأف أف أو الدنس، تمام. إنه أنت بيكون في أنت عندك عدة طبقات، فالطبقات هذه أنا عندي هنا طبقة واحدة ميدل او هيدن، فانت ممكن يكون عندك عدة طبقات، تمام، زي هذه الديب فيد فورورد، فهنا عندك انت طبقتين. فعادة يعني طبعا هذا الكلام ما فيش فيه صح وغلط، او ما فيش فيه يعني انه شغلة انه بس حسب بالضبط، اذا زادت عن 5 طبقات، تمام، تسمى الشبكة ديب، عميقة، اذا زادت عن 5 طبقات، تمام. يعني انه غير الانبوت، مع الانبوت والاوتبوت، يعني انت اذا عملت طبقتين 3 طبقات ميدل تسمى ديب نتورك بهذا الشكل، تمام. في انت عندك الاوتو انكودر، تمام، يستخدم عادة في التكست. في عندك الريكرنت نيورال نتورك، طريقة التوصيل. لاحظ المقصود هنا بالفيد فورورد انه هنا هذا النيورون موصل بكل النيورونز في الطبقة اللي تتلي، فعشان هيك هي المقصود تبع السيكوينشال، وكل التوصيلات اللي عندك ماشيه بهذا الاتجاه سيكوينشال، انه يعني تكون فيد فورورد بهذا الشكل. وهذا النيورون نفس القصه، انه موصل هنا وموصل هنا، وهنا لاحظ انه هذا انت في عندك نيورون 2 3 4 في الطبقه التي تري، في انت عندك هنا 4 كونكشن بالضبط، وهذا النيورون موصل بال4 نيورونز، تمام. هجت خلاص، انا المدخلات انا عندي موصله بالطبقه التي تليها، ما فيش كونكشن على الطبقه، انه في قفزه زي هيك. هتلاقي انه النيورون في الطبقه هذه هي موصله بالطبقه التي تليها، هي المقصود بالفيد فورورد او السيكوينشال بهذا الشكل. اما الريكرنسي، تمام، الريكرنسي فيها انواع، انت في عندك هنا ار ان ان بشكل عام، في عندك هنا شورت ال اس تي ام، لونج شورت تيرم ميموري، وفي عندك جيتد Recurrent Neural Network أو GRU. بتلاحظ إنه أنت عندك في عندك حالة من الريكرنسي، بمعنى إنه الأوتبوت تبع النيورون برجع بدخله كإنبوت مرة تانية على نفس النيورون. معنى ذلك إنه أنت راح يصير في عندك حالة من الريكرنسي لغاية لما يصير في عندك استقرار. لأنه أنت تخيل
انه انت دخلت انبوت تمام وطلع طبقت الاكتيفيشن فانكشن طلع معاك اوتبوت، الاوتبوت هذا رجعت دخلته مره ثانيه، معنى ذلك انه الناتج تبع الداله الاكتيفيشن فانكشن بده يتغير، هيطلع اوتبوت جديد. باك بروباجيشن هذا الخوارزميه اللي بيدرب النيورال نتورك، وليس توبولوجي تبع النتورك. احنا بنحكي على التوبولوجي تبع النتورك، اما خوارزميه التعليم هذا شيء ثاني. فهنا احنا بنحكي في آلية التوصيل، آلية التوصيل انه انا عندي لما تطلع هنا سيكونشال تكون عارف ايش معناه سيكونشال، لما تعرف شبكة ار ان ان تكون عارف ايش معناه ار ان ان. فانت عندك في التنسور فلو يفترض انه انت تقدر تعرف توبولوجي يعني بانواع مختلفة، والانواع هذه بتكون مناسبة لتطبيقات معينة. يعني على سبيل المثال انت عندك هنا الديب كونفولوشنال نتورك، هذه بتكون مناسبه اكثر للصور. الار ان ان بتكون مناسبه اكثر للنصوص والسبيش، الصوت الويف ساوند تمام، لانه انت عندك هنا السيكونس في له اهميه يعني في يعني في الموضوع تمام. اما الصور بتكون مناسبه لها السي ان ان او الديب كونفولوشنال نتورك. في انت عندك هنا نوع جديد تمام، وهو يعني يعتبر احد المواضيع الساخنه اللي هو الجنريتيف ادفيرسرال نتورك، وهذا مرتبط في مواضيع متعلقه زي مثلا الديب فيك. ديب فيك او الزيف العميق، انه انت بيكون في عندك تو موديلز حاليا، يعني بيكون في عندك تو موديلز تمام، واحد اسمه جنريتور والثاني اسمه ديسكريمينيتور. الجنريتور يعني انت على سبيل المثال بدك تعمل موديل انه هو يرسم صور مزيفة، كيف بدك تخليه انه هو يرسم صور يرسم صور حقيقية، يرسم صور يعني انه حقيقية بس هي في الواقع مزيفة، فكيف بدنا نخليه انه يرسم صور حقيقية مزيفة بين قوسين بدون ما انه يكون صعب الكشف تبع يعني انه انت تكشف انه هي مزيفة. فانت بدك موديل تاني يقول له انه الصورة هذه مزيفة ولا مش مزيفة، انه يتعرف عليها انه هي مزيفة ولا مش مزيفة. فانت عندك الان يعني زي ما انت في الهاكر رانك تتعلم، انت محتاج حدا انه هو يقول لك ان الكود هذا صح ولا لا، عشان انه انت تقدر تحسن الكود تبعك. فعشان هيك الجنريتور عشان يحسن طريقة توليفه للصور أو الفيديوهات المفبركة محتاج حدا إنه هو يقول له إنه لا الفيديو هذا مبين إنه مفبرك كتير، زبط خطك، حسن أمورك، زبط الرسمة تبعتك، زبط ألوانك تمام. فأنت في عندك تو موديلز، جنريتور ديسكريمينيتور. دور الجنريتور إنه هو يعمل توليف لصور، صور أشخاص مش موجودين، أو ياخذ صورتك تمام ويعمل منها فيديو مزيف. ودور الديسكريمينيتور انه هو يقول له يدي له فيدباك انه يقول له انه هذا الفيديو مبين انه مزيف، حسن وضعك عشان ما يبينش انه مزيف. فبالتالي انه بضلهم الاثنين يتعلموا مع بعض لغايه لما انه الديسك الجنريتور يصل لمرحله انه هو يعمل توليف لصور او فيديوهات يصعب على الديسكريمينيتور انه هو يميزها، فبالتالي انه تصل انت لمرحله الزيف العميق تمام. الريكارنسي بالضبط بالضبط بالضبط. يعني انت عندك على سبيل المثال انه انا بدي اعمل بريدكت للنكست وورد، يعني انا عطشان بدي، انت كهيومن تقدر تعمل بريدكت بناء على السياق،
تمام. فهلقيت احنا كيف بدنا نحفظ السياق الكونتكست هنا من التكست باستخدام الريكرنت نيورال نتورك، انه انت بتحفظ البريفيوس ستيت انه ايش، والبريفيوس ستيت انه بتكون حافظه ايش البريفيوس ستيت تبعتها، فبالتالي بيقدر بيسهل عليك انه انت تعمل بريدكت للنكست وورد. وهذا الكلام يعني انه انت مستخدم، يعني تقدر انه انت تشوفه على سبيل المثال، انه انا بتيجي تكتب في السيرش انجن بروح بعمل لك بريدكت، او حتى انه انت في الجوال على الكيبورد تبع الجوال انه انت بتيجي بتقول السلام ولا على حاله بروح بكمل لك انه عليكم يعني السلام، السلام عليكم بهذا الشكل. ف هي معنات انه انت محتاج انه انت تحفظ المعلومات تبعت السيكونس باستخدام الريكرنسي. حديك انت ممكن يعني ممكن تكون مفيده في الاونلاين ريكوجنيشن، لان الريكوجنيشن تبع الهاند ريتن في منه نوعين، في اونلاين واوفلاين. اللي احنا اخذناه المره الماضيه اوفلاين، انه انت صور مكتوبه اوريدي وجاهزه بخط اليد ومطلوب منك انك تتعرف عليها، فبالتالي انه ما في عندك اي معلومات عن السيكونس، انه انا بكتب الثمانيه باجي بقى من النص زي هيك بعمل دويره بعدين بنزل تحت وبعمل الدويره الثانيه اللي تحت، فهذا السيكونس انه مش موجود عندي اوريدي، الصوره مطبوعه وجاهزه عملت لها سكان بدي اعمل ريكوجنيشن، هذا اوف لاين فبالتالي انه كلاسيفيكيشن. اما اذا انت عندك تابلت وعندك قلم تمام، والتابلت هذا فيه خاصيه تعرف على الكلام، انه انت بدك تيجي تكتب رساله بتكتب هلو تمام، تيجي بتكتب هلو بروح بعمل لك بريدكت انه انت ايش قاعد بتكتب، قاعد اونلاين. هذا ممكن يكون انه الريكرنسي مفيد في هذه الحاله يعني. تمام طيب اوكي خلاص، عرفنا الموديل سيكوينشال، فهمنا شو يعني سيكوينشال. ايش يعني؟ التوبولوجي تبعت النتورك؟ في توبولوجي معروفه، وممكن تعمل التوبولوجي اللي انت بدك اياه. ممكن انه انت تحط بلوكات، يعني انه انت ممكن تخلط تقول انا والله جاي على بالي اعمل سي ان ان مع ار ان ان، احط طبقه زي هيك واحط طبقه زي هيك واشوف ايش بصير معي. تمام، ممكن ما توصلش نتيجه كويسه يعني، بس انا بقصد انه انت تركيب الطبقات سهل جدا يعني. هنا موديل سيكوينشال انت بتطلب منه انه هو كل نيورون في اي طبقه انه انت يكون فولي كونكتد مع النيورونز في الطبقه اللي وراها. تمام طيب، حقيقة العمليه هذه هي موديل دوت اد، انت حملت يعني دنس، يعني انت هنا ضفت الطبقه الاولانيه، كم نيورون فيها؟ 5. تمام، وايش الانبوت دايمنشن؟ انا عندي 2، فبالتالي انت عندك في بيكون في عندك 2 نيورونز للانبوت، وبعديها تليها طبقه مكونه من 5 نيورون. تمام، ايش عرفت كمان؟ الاكتيفيشن فانكشن ريلو، وبرضه هذه في اكتيفيشن فانكشن كثيره انت عندك. تمام، هاي خلصنا لغايه هذا الكود اللي هنا، انت عرفت الطبقه الاولى وعرفت الاكتيفيشن فانكشن تبعتها. الان الطبقه التي تليها من كم نيورون مكونه؟ من نيورون واحد، ايش الاكتيفيشن تبعتها؟ سيجمونت. تمام، وهذه يعني برضو اكتيفيشن فانكشن مختلفه عن الطبقه الثانيه. فانت الان لما تشوف اكواد زي هيك انت بتكون عارف ايش اللي بيصير قاعد بالضبط، وبتقدر انه انت تعدل وتعمل اللي انت بدك اياه. تمام، وتضيف طبقات زي ما انت بدك يعني. انت ممكن حدا يجي يقول طب انا بدي اضيف كمان طبقه مكونه من 3 نيورون في النص، بدي اشوف يتحسن الاداء، بدوش يتحسن الاداء. ببساطه شديده ايش بتروح بتعمل؟ بتروح بتعمل زي هيك بالضبط، بتروح بتقول زي هيك بتضيفها هنا، هاي بدي احط فاصل انا عندي زي هيك، وبدي اروح اضيف الاكتيفيشن فانكشن، يعني مناسب جدا ان انت تحط ال الريلو. وهنا زي ما حكينا انا بدي احط بدي احط هنا 3 نيورونز. اوكي ممكن انه تتعمل
كيف؟ الاوتبوت هي اخر وحده، اخر طبقه هي تعتبر الاوتبوت. يعني هذا الاوتبوت عباره عن نيورون واحد، والداله سيجمويد معنى ذلك انه هو بيطلع يا صفر يا واحد. يعني انت لما يكون انت عندك يعني الكلاس ليبل باينري بس بكفي نيورون واحد، لانه يحتمل تو فاليو صفر او واحد يعني زي هيك. تمام. خليهم منفصلين زي هيك. تمام. وخلي هذه عشان انه انت تفهم هذه. خلاص انت عرفت الموديل سيكوينشال، عرفنا شو معنات سيكوينشال. هذه الطبقة الأولى وهذه الطبقة الثانية. تمام. هكيت نرجع هنا زي ما حكينا، انه الخطوة الأولى ديفاين، الخطوة الثانية كومبايل. بدنا نيجي للخطوة الثانية. الخطوة الثانية هنا في الكومبايل انت ايش المفروض انه انت تعطي له؟ هذه الخطوة بتكون موجودة إضافية، لأنه هو بيعطي لك سمري على النتورك، يعني اللي يعني إنه هو بيركب كل حاجة أنت عندك على النتورك، وبحدد إيش الأوبتمايزر، إيش الألجوريثم اللي حيستخدمه في إيجاد أفضل ويت. فأنت هنا قلت له كومبايل إيش أديته باراميتر، أوبتمايزر بتساوي أس دي جي، وصرنا عارفين إيش يعني الأس دي جي. تمام. واللوس كيف بده يحسب الإيرور؟ أم أس إي، صرنا عارفين ايش الام اس اي، صح؟ تمام. والمتريكس هنا ايش اديته متريكس؟ اكيورسي. تمام بالضبط، رجع لي اكيورسي. ممكن ادي له متريكس ثاني على حسب البروبلم، وهذه اذا كانت كلاسيفيكيشن او ريجريشن. تمام. فهذه الخطوه اضافيه، بما انه هذه النيورال نتورك انا محتاج انه انا احدد الشغلات هذه، هي هذه الخطوه الزياده اللي موجوده عن الاسكيلر. الخطوه رقم ثلاثة الفت. الفت عادة أنت يعني زي ما مر علينا في الأسكيلير إيش بنعطي له؟ إكس وواي، إكس وواي. تمام؟ بس هنا في النيورال نتورك إيش بندي له باراميتر زيادة؟ الباتش والإيبوك. تمام؟ الباتش سايز والإيبوك. تمام؟ فبالتالي هنا حيلف 100 مرة على الداتا سيت. تمام. والداتا سيت هذه حتكون حيقسمها ل 10 اقسام، حياخد قسم بعدين يعمل ابديت للباراميتر، ابديت للويت يعني. تمام. بدل ما كل انستانس يعمل ابديت للويت ويكون هذا الكلام مرهق جدا، لا بياخد بعد 10 بيعمل ابديت للويت. تمام. يعني احنا شفنا حكينا المحاضره الماضيه، قلنا انت بدل انه انت في النيورال نتورك انه انت تحسب الايرور وتعدل الويت وتعمل تطبق الويت الجديد هذا على الانستنس الجديد، لا ليش تعمل كل هذا الاوفر هيد تبع الكمبيوتيشن؟ لا، بعد عدد معين من الاكزامبلز اللي هم 10 اكزامبلز في هذا المثال تعمل ابديت للويت. تمام. عشان تشوف الاثر تبعه. الخطوة اللي بعديها الـ Evaluate، ودائما نتعود في الـ Evaluate هنا انه، وخاصة انه انت لما يكون عندك الموديل بياخد وقت طويل انه هو يتدرب بالساعات. تمام. انه انت تحفظ الناتج تبع الموديل في اللوس والاكيوريسي. تمام. هدول انت ممكن انه انت تستعين فيهم فيما بعد، ممكن تخزنهم على ملفات كل دورة انه ايش النتائج تبعتها، وممكن ترسم، ممكن ترسم كيف الايرور. فاكرين المنحنيات تبعت الايرور تبعت الاوفر فيت لما كنا نشوفها؟ بقدر ان انا ارسم هذه المنحنيات من هدول المتغيرين. تمام. طبعا في الايفالويت هنا ايش اديته؟ الاكس والواي. طبعا هنا الاكس والواي يعني يفترض ان انت تعمل تقسيم للبيانات اكيد، يعني ترين وتست يعني. تمام. اخر مرحله هي البريدكشن. كيف بدك تعمل البريدكشن؟ بدك تخزنها عندك في متغير عشان تكتبه على فايل او تكتبه على اكسل. تمام. موديل دوت بريدكت وبتدي له الاكس. يبقى خلاص انت صرت عارف ايش الشغلات الاساسيه. البريدكشن بتاخد متغير واحد اللي هو الاكس، ايفالويت بتاخد اكس وواي. تمام. و الفت بالاضافه للاكس والواي بتاخد الباتش سايز والايبوكس. تمام. والكومبايل عاده في عندك
لو انت ما اديتش الباراميتر هذا، في انت عندك ديفولت اوبتمايزر اللي هو اس دي جي، بس هنا حطينا الاس دي جي بس عشان تكون انت عارف انه في باراميتر اسمه اوبتمايزر مطلوب منك انه انت تحدده. وشفنا المحاضرة الماضية انت عندك في التنسور فلو عدة اوبتمايزرز انت ممكن انه انت تستخدم. تمام، في الفت تدريب هو الفت هو اللي بيطول. بعد ما خلص بنى الموديل، بعد ما بنى الموديل واوجد الويت، تمام، بده يعمل ايفالويت. ايش الايفالويت؟ انت احنا زي ما اتفق يعني انت في اي ماشين ليرنينج موديل انت ايش بتسوي؟ بتروح بتقسم البيانات لجزئين، ترين عشان تبني الموديل، وعشان تجرب الموديل كيف اداؤه بتروح بتطبق الموديل هذا على التست بارت. يبقى في الايفالويت بطبق الموديل، بعمل يعني بعمل بريدكشن للتست بارت وبشوف الواي ترو مع الواي بريدكت. صحيح صحيح، ما انا بقول لك عشان هيك، ما انا قلت لك انه في الشرح يعني قلت لك طبيعه الحال يفترض انه انت تكون مقسم البيانات يعني، بس هذه الخطوات انت عندك بشكل عام. ايش هي؟ سيكوينشال فولي كونكتد فيد فورورد فولي كونكتد نيورال نتورك. كيف؟ صحيح، بدك تغير في التوبولوجي، بدك تكون انه على حسب طبيعه البيانات. تمام، هقيت انت كيف بدك تستخدم النيورال نتورك على حسب طبيعه البيانات. تمام، بتروح هنا على في التنسور فلو توتوريال. تمام، لو بحثت في جوجل على تنسور فلو توتوريال ايش حتلاقي انت عندك هنا؟ حتلاقي انت عندك التوتوريال مقسمه لاجزاء. تمام، في انت عندك الماشين ليرنينج بيزكس وذ كيراس. ايش علاقه التنسور فلو مع الكيراس؟ هذه الشغلات يعني ايش علاقه التنسور فلو مع الكيراس؟ طيب التنسر فلو، عليكم السلام، طبعا الشركات المكتبات تبعت الديب ليرنينج ديب نيورال نتورك، ايش هي المكتبات الموجودة؟ تنسر فلو وباي تورش. مهم جدا انه انت تعرف مين اللي بيقف ورا هدول المكتبات. المكتبتين هدول اوبن سورس، اثنين اوبن سورس، بس التنسر فلو واقفه وراها جوجل، هي المين مينتينر لهذا. يعني هي اوبن سورس، اي حدا ممكن يعمل كونتريبيوت، بس اللي 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 بينظم هذا الكونتريبيوشن من كل الديفلوبرز جوجل نفسها. تمام، طبعا انت ممكن تقول انه ايش مصلحه جوجل انه هي تعمل المكتبه هذه؟ يعني هذه فلسفه موجوده في الاوبن سورس، انه انت لو بدك تسرع تطوير شغله تمام حط اعملها اوبن سورس. لو انت بدك يعني المستوى اللي وصل له تنسر فلو لو بده يكون كلوز سورس، يعني هو يعني صار في قفزه انت عندك في ظرف 3 سنوات، انه صار في عندك يعني تحسين كتير كتير كبير على المكتبة بشكل كتير كبير بشكل في ظرف 3 سنوات. لو كانت المكتبة هذه كلوز سورس ممكن انه انت تحتاج 10 سنوات بدل 3. فبالتالي مايكروسوفت جوجل اختصرت 7 سنوات في عملية التطوير. وفي المقابل فيسبوك واقفة ورا مكتبة بايتورش. ليش هدول الشركتين تحديداً هم مهتمين في مكتبة الديب ليرنينج؟ لأنه هي فعليا الشركات هذه محتاجة المودلز هذول. يعني أنت عندك شركة فيسبوك في عندها يعني بدها تعمل مودريشن لآلاف البوستات اللي بتكون موجودة عندها على الفيسبوك، سواء كانت نصوص أو صور أو فيديوهات. أنت بتلاحظ إنه أنت عندك يعني مستخدمي الفيسبوك قديش احنا قديش عددنا احنا على الكوكب؟ 8 مليار. قديش عدد المستخدمين تبعون الفيسبوك؟ قديش؟
في المليارات قديش؟ نص سكان الكوكب ولا أكثر ولا أقل؟ كيف ضع؟ خلينا نقول نص سكان الكوكب. في عندك ناس ما عندهاش إنترنت، في عندك ناس يعني مش متورطة في التكنولوجي زي ما احنا متورطين يعني، تمام؟ فلنفترض انه انت عندك، هو تقريبا هيك الاحصائيه، نص سكان الكوكب تقريبا هيك، انه هم العدد يعني المستخدمين الموجودين على الفيسبوك تقريبا 4 مليار 3 مليار حاجه، مش عارف يعني حاجه زي كيف؟ 3 و8، تمام؟ تقريبا نص سكان الكوكب. وأيو كرم بده يطلع لنا الإحصائية على طول. طيب، معنى ذلك أنه لو كل واحد عمل بوست، ودك تشوف البوست هذا بيحتوي على 1.5 2 مليار، هدول الأكتيف، هدول الأكتيف، الأكتيف، ما أنا بحكي لك الأكتيف، في ناس عندها حسابات بتتفرج وساكتة. صحيح. فهجيت انت عندك كل واحد من هدول لو عمل بوست والكلام المكتوب فيه خطاب كراهية او فيه كلام بذيء او فيه كذا، مش بده يكون في عندك موديلز انه هي تتعرف على هذه على 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 محتوى النص، ويقدر انه هو يعمل له حظر او يعمل تقييد الحساب تبعك او لا، او اذا انت بتحط صور، انت في صفحات مشبوهة بتحط طبعا، لانه كله اوتوماتيك بشكل على طول مباشر بشكل تلقائي، انه انت انا حطيت صور فيها بتخدش الحياة. كيف؟ هم بيحددوا الكاتيجوري اللي بدهم اياها، هم بيحددوا الكاتيجوري اللي بدهم اياها، انه والله هذا احنا الشغلات هذه بدنا نحضر كذا وكذا وكذا وكذا. ما انا بحكي لك انه الشركات هذه ليش معنيه بمكتبات ديب ليرنينج؟ عشان تطور موديلز حسب الاحتياجات تبعتها. شركه فيسبوك بتيجي بتقول انا والله البوستات اللي بتكون مثلا على سبيل المثال ضد اللي بتنتهك حقوق المتحولين جنسيا مثلا، واللي بتحكي مثلا عن فلسطين، واللي بتحكي عن كذا عن كذا عن كذا، هدول انا بدي امنعهم. فهم بتحددوا الاحتياج تبعهم ايش الموديل اللي هم بدهم اياه، تمام؟ ويعني عشان هيك ان هم محتاجين مكتبه ديب ليرنينج ويكون التطور فيها سريع، عشان هيك انه هي مفتوحه اوبن سورس، مش مفتوحه اوبن سورس يعني عشان يعني شير للنوليدج، تمام؟ صحيح، عشان يضلل الموديل، تمام؟ وانت عندك شركة جوجل برضو نفس الشيء، شركة جوجل في عندها يعني خدمات موجودة وبتحتاج لمودلز، انه هي تقدر انه هي تتعرف على صور، تتعرف على نصوص، تصنف نصوص، شو التصنيف تبعها، هذه هذا نحضره وما نحضروش، ايش ما نسوي فيه هذا، تمام؟ فهدول المكتبات اللي انت يعني، في مكتبات غيرهم اكيد بطبيعة الحال، لكن انه هدول اشهر مكتبتين. طبعا في جدل مين احسن، باي تورش ولا تنسور فلو، يعني بغض النظر اللي انت بتتعلمه وبتحس حالك انه انت ماشي فيه خلاص امشي فيه يعني، لانه مكتبتين يعني. نرجع للسؤال الاساسي، انه انت الكراس بسبب انه التنسور فلو كان استخدامه صعب جدا، تمام؟ اجا واحد حكى انه هو بده يعمل رابر انترفيس من خلالها بده يسهل استخدام التنسور فلو. يعني اي واحد كان في 2018، هذا كلام قريب جدا، بده يجي يعمل ريسيرش وبده يستخدم في ديب نتورك، خاصة ريسيرشر، لأنه هو أصلا هذا الشخص ريسيرشر اسمه فرانسوا شيلوت، فرنسي. فقال أنا بدي أعمل رابر من خلالها، أنه أنا بدي أسهل استخدام
التنسور فلو. خلاص بعرف لك، انا بعمل كلاس بعرف لك فيه اي اكثر الشغلات اللي انت بتلزمك، زي ما انا عملت هنا. ايش انا سهلت عليك الموضوع، قلت لك عشان بدك انه انت تبني شبكه بالتنسور فلو ايش المفروض تعمل؟ تعمل 5 حاجات، كذا وكذا 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 وكذا. فعامل الكلاس هذا تمام، وهو جوا في الباك اند بروح بيستدعي الدوال تبعت التنسور فلو اللي بتسوي اللي بتعمل اللازم. تمام بالضبط. طبعا اذا انت وصلت لشغل متقدم يعني، فبالتالي انه انت الكيراس بتصير بتقول لا انا ما بدي، يعني انا بدي ادخل بدي اعمل كاستمايزيشن في التنسور فلو نفسه. ما يعني الكيراس ما يعني ما طبعا طبعا تمام. طبعا شو عملت جوجل؟ جوجل عجبها الوضع وما عجبهاش الوضع، يعني انه انت جاي تناطح فيها يعني تعال. راحوا عملوا اكويزيشن للتنسور فلو وصار الكراس برضو تابع لجوجل يعني تمام. فهلقيت انت يعني، فعشان هيك انت لما تشوف انه الماشين ليرنينج بيزكس والكراس، كل ما تشوف الكراس هي عبارة عن كي. بالضبط كيف انت بدك تختار التوبولوجي. في هنا في التوتوريال انا بعرفك لسه قاعد على التوتوريال، بقول لك هنا في التوتوريال اول جزئيه انت بدك تتعامل معاها انه ماشين ليرنينج بيسكس وذ كيراس، عشان تعرف ايش هي الكيراس. الكيراس هي عباره عن يعني انترفيس للتنسر فلو سهل الاستخدام بسيطه تمام. هنا ايش جاي لك؟ جاي لك لكل التطبيقات، جاي لك هنا بيزك ايمج كلاسيفيكيشن تمام، وهذه بيزك تكست كلاسيفيكيشن تمام، وهنا جايب لك ريجريشن. ريجريشن اللي هو الفيول بريدكت فيول افيشنسي بناء على مواصفات السياره، اللي هي عباره عن قديش عدد الاسطوانات اللي فيها، قديش الديسبليسمنت العزم تمام، قد كم حصان، قديش وزن السيارة، لأن وزن السيارة له يعني علاقة كتير كتير كبيرة في هذا، قديش التسارع، قديش سنة التصنيع. فبناء على هدول المعلومات بقدر أقول لك إنه السيارة قديش بتسحب، أو بمعنى آخر كم ميل بتمشي لكل جالون تمام. فهنا البيزك كلاسيفيكيشن للايمج كلاسيفيكيشن للكلوثينج. لاحظ انه الكلوثينج هذه هي، خليني اورجي لك الصوره بهذا الشكل. انت بدك تبني موديل، الموديل هذا تمام بدك اياه يتعرف على البنطلونات والتيشيرتات والتنانير والجاكيتات والجلابيات والشرطات تمام، والاحذيه والحقائب. فانت يعني انت معني انه انت بدك تعرف ايش المحتوى تبع الصوره. انا بدي لك صوره بدك تقول لي انه والله ايش نوعيه الملابس اللي موجوده هناك، يعني بدك موديل انه هو يسوي لك الشغله هذه. كيف هذا بيستخدم انت عندك هنا بعدين انه هو حيستخدم سي ان ان. لاحظ هنا عشان لما اجي اشرح هنا اتعامل معها كصوره بالضبط عادي يعني كبكسل. هنا ورجع لك الصور هيو. ايش بنى لك الموديل؟ سيكونشن. وين بجرب السي ان ان؟ يعني هو شايف انه هو بجرب اول حاجه انه هو يبني لك سيكونشال نتورك، نيورال نتورك عاديه تمام. بدك تشوف كيف انه هو بده يتعامل معها مع صور، بتروح هنا على هنا في الفيجن. هنا في عندك ايمج كلاسيفيكيشن، هنا بستخدم الكونفولوشن نيورال نتورك. بس انا بدي اورجي لك هي، خلينا اكبر الخط زي هيك. هنا برضو عامل فيجواليز للديتا، بورجي لك البيانات انه كيف شكله كيف شكلها. بعدين نيجي لتعريف الموديل. تعريف الموديل هنا عامل سيكوينشال تمام. الطبقات اللي موجوده انت عندك هنا كونف
لما تشوف كونف ايش معنات هذه الشبكة شو نوعها؟ كونفولوشن. قديش الدايمنشنز تبعتها؟ 2D. دائما في شبكات ال CNN او الكونفولوشن نيورال نتورك لازم كل طبقة كونفولوشن تتبعها طبقة بولينج، سواء كان البولينج هذا ماكس او افريج بغض النظر، لانه في انت عندك طريقتين في البولينج، لانه انت بيعمل عمليات التفافية على الصورة عشان يحدد الايدجز، تمام، وبعدين بروح بياخد يا اما الماكس او الافريج. هذه عملية البولينج. البولينج اللي هي عبارة عن عملية تجميع. لا طبقة، هذه طبقة وهذه طبقة، صحيح. لا الماكس بولينج، الماكس بولينج مش طبقة، هذه طبقة، تمام، هذه طبقة وراها ماكس بولينج، هذه طبقة. على حسب الدايمنشنز تبعت الصورة عادة، يعني انه انت بتختار اذا والله التفاصيل والخطوط اللي موجودة في الصورة، فانت ممكن انه انت تعمل عمليات التفافية، يعني كل ما زودت هذه، تمام، كل ما كانت الخطوط اللي بيحاول انه هو يكتشفها ادق اكتر. يعني انا في عندي ملف PPT انه بيشرح هذه الشغلة، انا يعني ان شاء الله ما يكونش صحيح، بس أنا بحكي لك على مقدار التفاصيل في الخطوط. إيش يعني التفاصيل في الخطوط؟ يعني أنت عندك لو رسمة فيها تفاصيل الخطوط دقيقة كتير، تمام، بتحاول إنه أنت تزود عدد ال dimension أنت عندك في طبقة الكونفولوشن. لو أنت عندك الخطوط ستريت، يعني أشكال هندسية فيش فيها انحناءات كتير، تمام، فأنت في هذه الحالة إنه أنت مش محتاج إنه أنت تحط عندك هاي السي ان ان. انت عندك المدخل، انت عندك ايمج، بعدين كونفولوشن متبوعه ببولينج، وبعدين اخر حاجه فولي كونكتد عشان انت تعمل بريدكشن للكلاس. فكيف بدك انه انت تصنف الصور؟ كيف بدك تتعرف على الصور؟ بدك الموديل انه هو ما يتعرف على الوان، بدك اياه يتعرف على خطوط. يعني انت لما تشوف هذا الشكل من بعيد بتقول انه هذا شكل فيل. يعني بتجيش تقول انه والله شكل فيل، يعني بغض النظر يعني انه والله عشان لون بشرته زي هيك، لا، عشان لون البكسل انا بقصد تحديدا، تمام، الالوان البكسل لو كانت كذا وكانت كذا، انه ما بتقدر انه انت تتعرف. انت بتتعرف بناء على الشكل العام. انت لما تشوف، لما تكون الدنيا ظلمه او في ضباب ويكون في عندك حدا جاي، تمام، تقدر تقول انه والله هذا اللي بعيد، هذا اللي مطلع صوت عبارة عن شخص، بني آدم ولا سيارة، بناء على الأشكال الهندسية اللي أنت شايفها تقدر أنه أنت تتعرف عليها. ما الألوان ما إلها علاقة في الموضوع. فأنت كيف بدك تكتشف الإيدجز هذه اللي هي الخاصة بالفيل والخاصة بالزرافة؟ من خلال عمليات هاي، هذه أنت بدك تحدد أنه المنطقة هذه كلها زي هيك، بدك تحدد، شايف هذه كلها حطها انت عندك في الماتريكس اللي بتمثل الصورة وحايد، معنى ذلك انه هنا في خط، والهنا ماينس واحد، هذه عبارة عن شغلة باك جراوند انا ما بدي اياها. كيف؟ ايش هي الكمبيوتر؟ احنا بنحكي على صور، فبالتالي الصور 2D. في حاجة تانية في الصور غير 3D، يعني 2D؟ الأولى
ماشي ماشي، بس انت عندك الصور البيكسل هذا هو عبارة عن مزج بين ثلاث، بالضبط ثلاث الوان، ثلاث مصفوفات، بالضبط ثلاث مصفوفات، مصفوفة للار والجي والبي، فعلا انه هو بتعامل معها كثلاث مصفوفات، بتكون انت عندك بهذا الشكل. كيف؟ قطة، أنا بس بدي أورجي لك عمليات الكونفولوشن. لا لا لا، هو بقول لك إنه الكات، الفرق بين الكات والدوج إنه الكات إنه يعني بقول لك أحد الفيتشر اللي هو بيقدر إنه هو يميز بيناتها اللي هي الأذن. دائما الدوج انه الاذن تبعته بتكون نزلت اكثر من فيتشر، اكثر من فيتشر. ماشي، ما هو انت ايش فايدته انه انت يكون في عندك تريننج داتا كتير؟ تريننج داتا كتير انه هو بحاول يعمل جنراليزيشن. الجنراليزيشن بيقول لك والله الديل تبع القطة بتراوح بين كذا وبين كذا، فبالتالي انه هو بياخد الشكل العام تبع الفيتشر هدول بدون ما التطرق انه والله انه سبيسيفيك سايز للتيل او للايرز او للجسم بشكل عام. كيف يعني؟ زي ايش؟ زي فهد؟ اذا انت بتدي له صور، ما هي ايش فكره الماشين؟ مش فكره الماشين انه انت زي البني ادم، انت بتيجي بتقول له انه هذه صوره فهد، هذه صوره قرد، هذه صوره اسد، هذه صوره قطه، تمام؟ حتلاقي انت في عندك اشكال هندسيه، يعني في حتلاقي في فروقات في بين الشكل العام تبع القطه والفهد، حتلاقي فيه فروقات. يعني لا لا، ما هو ايش ميزة الديب؟ انا بزود طبقات زيادة عشان لحاله يتعلم فيتشر، انا بزود طبقات زيادة عشان لحاله يعني نتورك انه هي تتعلم فيتشر. فهتلاقي انه انت عندك يعني الفرق الاساسي، هيو هنا الكلاسيكال ماشين ليرنينج، انت لازم تعطي له فيتشر، يعني سبورت فيكتور ماشين، نايف بايس، ديسيجن تري، ما بينفع انه انت تدي له صور رو داتا، لازم انه انت تستخرج منها صور، تستخرج منها فيتشر، تمام؟ او حتى ويف ساوند، يعني انت بده يكون في عندك انجينير بده يطلع مثلا الفاست فورير ترانسفورميشن من الويف ساوند، فاست فورير ترانسفورميشن من الويف ساوند او الام اف سي فيتشر، هذه عباره عن ارقام، عبارة عن 13 عمود، انت بتدي له ويف ساوند بروح بتطلع لك 13 قيمة. هذول الفيتشرز انت بدك تدخلهم على موديل عشان انه هو يتعرف على الاوبجكت اللي انت بدك اياه. طيب احنا ليش ما ندي الرو داتا ونزود طبقات، وهو يفترض انه هو يحمل اكستراكت الفيتشر هذه لوحده، هو يطلع على الرو داتا، تمام، ويطلع يعني الطبقات الاولى هذه، خلينا نقول اخذ ثلاث اربع طبقات زياده في الاول عشان انه هي تطلع الفيتشر هذه، عشان انه بعد هيك انه الطبقه يعني الطبقات الخامسه والسادسه والسابعه مثلا انه هي تستخدم للكلاسيفيكيشن، انه هي تحاول تعمل سيبريشن للبوينتس انه بطريقه ما، انه هذه النقاط اللي لها باترن معين كلاس، والنقاط الثانيه انه هي كلاس ثاني مثلا. في هذه المصفوفة
دي في نعمل ده بقى مصروف بقى، ونشوف ايه شغال ايه شغال مصروف مثلا قبل ما نصنع بقى ايه من جوه مصر يعني مصروف ضمان يعني مش هي مصفوفة أرقام ماشي أوكي، وأنت ممكن إنه أنت تدخل يعني الويف ساوند. خواصر خواصر الأغنية اللي هي في إن شاء الله يعني مش كيف شكل الأغنية لو لا سعودية فيها أو زيادة لا لا، هو فعليا إنه كيف بتعرف إنه هذا الأوبجكت سيارة؟ كيف بتعرف إنه هذا الأوبجكت عبارة عن حصان، هذا عبارة عن شجرة؟ أول شيء هو الصفحة الأولى للأخير هي الصورة هي عبارة عن الري. تمام شكل الأغنية يعني كيف الأغنية اللي فيها بعملها كيف انت مثلا صورت سيارة بعديها ايش بتقارن مثلا في الاسم داخل عليك مثلا الريجيدا كيف قديش هي قريبة من الأغنية شو أجد موقفها بدنا نتفق إنه النيورال نتورك هي بلاك بوكس، تمام؟ إحنا بنقول إنه إحنا تزويدنا للطبقات الإضافية هذه هو بخل يعني إنه لحاله بيكتشف الفيتشر جوا نوع يعني بطريقة ما، لكن هل بنقدر نقول انه والله هذه الطبقة اكتشفت فيتشر كذا، الاشكال الدائرية هذه الطبقة اكتشفت الاشكال المنحنية، هذه الطبقة اكتشفت كذا؟ لا ما بنقدر، بلاك بوكس للنيورال نتورك. بس هو فعليا عشان انه هو يقدر يتعلم ما بتطلع على الشكل الاساسي، لانه لو انت نفس الكلام اللي انت بتقوله كان بلزمني خلص يعني النيورال نتورك عاديه، بس فعليا عمليات اللي موجوده انت عندك الشبكات الكونفولوشن، عمليات الكونفولوشن العمليات الالتفافيه هذه وعمليات البولينج عشان تكتشف الايدجز، هو فعليا بيعمل عمليات عشان تكتشف الايدجز. هو اكتشف ان الاتش اس بالنهايه بتكون مصفوفه ضخمه كبيره ومحاول يغلبها ما بقتش مصفوفه صحيح، بس المصفوفة هذه، المصفوفة هذه ايش بتمثل؟ بتمثل ايدجز، صحيح تمام؟ انه وهي انت انه انه هو انا مصفوفه انه ضخمه انه انا لما اجي اقول لك انه هذا الشكل عبارة عن ايش؟ خلاص انا اديتك الشكل العام انه هذا عبارة عن مربع زي هيك، تمام؟ لما اجي اقول لك انه إنه على سبيل المثال هذا إيش الشكل يا شباب؟ دائرة. طيب هيك يعني بدون ما انا اكمل الرسمة انه انت اكتشفت انه زي هيك، تمام؟ طيب لو اجيت عملت انه الشكل هذا مثلا على سبيل المثال، مقلاية فيها بيض، لكن انت لو كملت الرسمة زي هيك وجيت عملت زي هيك انه هذا، هاي المقصود انه هو لما يتعرف على الايدجز خلاص بيعرف انه شكل الوجوه. عادة الوجوه بتكون انت في عندك شكل دائري، في عندك حواجب، في عندك برضو دوائر هنا، وفي عندك الفم، هذه فيتشر انه هو بيتعرف عليها انه وجوه، وبقدر انه هو يميز بينها وبين الاشكال الثانيه اللي هي زي قلايه البيض مثلا. لو صورة مش شكل مثلا بتجيب الصورة بتشيل منها أي عامل بتشيل بس بالضبط. لما دخل على لا، الكونفولوشن هي اللي بتطلع الخطوط هاي. هذا هو الوظيفة الأساسية للعمليات الالتفافية. العمليات الالتفافية يعني عشان ده تفهم، انا يعني كل ما اشرح لك او كل ما اقول التفافيه يعني كن فل الصورة
يعني انت عندك احسن حاجة، اعظم حاجة انت عندك هنا، انه انت بتقدر تعمل فلتر هنا في الادوات وتقول له انا بدي النوع جيف. خليني افتح لك اياها في تاب جديدة وتكون اكبر. هاي هاي في تاب جديدة. واضح شو معنات عمليات التفافية؟ انه انت بيكون في عندك فلتر، والفلتر هذا بتلف بيعمل سكان للصورة، يعني بهذا الشكل. ايش الغرض الاساسي؟ انه يعمل عمليات حسابية عشان من قيم البكسل اللي موجودة هناك يقول لك انه والله في المنطقة هذه في خط. يعني هذه المنطقة هي عبارة عن شيء تابع للجسم، مثلا على سبيل المثال هذه المنطقة انه هذه حافة الذراع زي هيك بهذا الشكل. تمام؟ فكل عملية التفافية هي بتطلع انت عندك رقم. كيف؟ صحيح. ما هو انت عندك، يعني انت على عندك على سبيل المثال ممكن انه هو ياخذ الافريج بين كل يعني العناصر تبعت المصفوفة هذه، ممكن انه هو ياخذ الافريج او ممكن ياخذ الماكس. بالضبط. هي هذه طبقة الكونفولوشن، هي جزء من السي ان ان، يعني جوا السي ان ان نفسها، جوا الكونفولوشن ديب نيورال نتورك. تمام؟ وضحت ايش معناها كونفولوشن؟ فهو فعليا ايش؟ ايش اكتب ال سي ان ان ثمان دقائق ولا قديش دقيقة؟ بغض النظر يعني، بس انت يعني فهمت انه انت في عندك، نرجع لهنا اوكي. خليني اطلع هذه ارجعها هنا. زي ما اتفقنا هنا انه انت عندك الماشين ليرنينج بيزكس وذ كيراس، عشان انه نمشي في الـ الـ في 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 استكشاف او استخدام مكتبة التنسر فلو. انت عندك تمام، في انت عندك ايمج كلاسيفيكيشن. لو طلعت انا اللي بدي اياك تفهمه انه انت تفهم ايش النظرة العامة، ايش الخطوات اللي موجودة انت عندك في الايمج كلاسيفيكيشن باستخدام الكيراس. اول حاجه عندك لود للديتا سيت، بعدين معالجه الديتا سيت، بعدين تعريف النتورك، كومبايل، فيت، ايفالويت. تمام، شوف الخطوات هذه. هاي بقول لك اول حاجه انت عندك، هاي اكبر لك الخط، انا حمشي لك سريعا عليها. هاي امبورت للديتا سيت، بيقول لك انت في عندك ديتا سيت معروفه للفاشن. تمام، فيها تقريبا حوالي 70,000 صوره تنتمي ل10 كاتيجوريز. تمام، هاي عمل لود هنا للديتا سيت، مش حدخل بالتفاصيل. انت عندك هنا هاي الكلاس، هذا عباره عن تي شيرت، هذا عباره عن تراوزر، هذا عباره عن بلوفر. تمام، دريس، فستان، كوت، معطف الى اخره. فهنا بورجي لك الشيب تبع الصوره. انت عندك بهذا الشكل، هيو عرض لك صورة انستانس عشان تتخيل. فهو بيجي بتطلع، مهموش انه والله الحذاء هذا لونه بني ولا خلاص، انه بقول لك انه كيف شكل الحذاء، شكل الحذاء هيو زي هيك. تمام، انه هو هي النمط الاساسي تبعه بهذا الشكل. فهي بالضبط. فهي راح عرض لك تقريبا 25 صورة، وحط تحت كل واحدة منها ايش الليبل تبعها.
هذه عبارة عن تي شيرت، هذه عبارة عن دريس، هذه كمان تي شيرت، هذه صندل، هذه بولوفر، هذه سنيكر، تمام إلى آخره. بعدين بقول لك هاي بدنا بيلد ذا موديل. هيك انت بتكون فاهم فعلا انه انا والله انه بدي اجرب هنا، بدي ازود كمان طبقة، بدي استخدم نوع تاني من الطبقات، بدل هنا ما هو مستخدم دنس نتورك انا بدي استخدم كونفولوشن. فانت بتشوف وصفة الكونفولوشن كيف انه هو عاملها وبتيجي بتطبقها هنا. مثلا على سبيل المثال هنا انا عندي الانبوت شيب 28 في 28 لانه هي الصورة 28 بكسل في 28 بكسل، تمام. وهنا عمل طبقة دنس متكونة، طبقة واحدة ميدل مكونة من 128 نيورون، وأنا عندي هنا ريلو، وآخر طبقة دنس 10. ليش 10 كلاسز بالضبط؟ هاي شوف الكلاسز العشرة، هاي ليبل من 0 ل 9، هاي أسماء الكلاسز هذه، تمام. هاي عامل بيلد للموديل، هيو بشرح لك ايش اللوس فانكشن اوريدي شرحناها، ايش الاوبتمايزر، ايش المتريك، تمام. عمل كومبايل، عرف الاوبتمايزر، هنا ما استخدم الاستيكوستيك جريدينت ديسنت، استخدم ادم، وبالمناسبه ادم هو عباره عن تعديل على الاستيكوستيك جريدينت ديسنت. زي ما شفنا المحاضره الماضيه في عندنا ثلاث تعديلات على الجريدينت ديسنت الجوريثم اللي هو استيكوستيك، وفي تعديل تاني اللي هو الاونلاين، وفي تعديل ثالث اللي هو الباتش، هذا بيستخدم الادم. صحيح، تمام. وهنا المتريكس اكيوريسي، بعدين الترين للموديل ايش اداله؟ ترين ايمجز ترين ليبلز، وهنا اداله 10 ايبوكس. انت بتلاحظ هنا انه ايش بيبدا اللوس اللي هو الايرور يقل، هنا كان بوينت 4 صار بوينت 3 بوينت 3 بوينت 2، تمام، لغاية انه اخر ايبوك انه هنا هيو جاب لك الايرور قديش، اللوس قديش، والاكيوريسي قديش. لاحظ انه الايرور بيقل والاكيوريسي انت عندك بتزيد. هاي عمل ايفالويت، استدعى الايفالويت، نفس الكونسبت، خلص صارت الاشياء هذه تمر عليك بشكل كتير كبير، فبالتالي اي وصفة انت عندك هنا في التنسر فلو صارت بالنسبة لك مألوفة، تمام. هيو هنا انت عندك طبقة، تمام، فلاتن لا لا لا، انا مكمل في مثال في الماشين ليرنينج بيزكس، انا لسه هنا انا قاعد بشرح لك بشكل سريع انه في الماشين ليرنينج بيزكس ايش ادالك؟ ادالك مثال بسيط سيكونشال موديل او دنس نتورك لتصنيف الصور، وهذه لتصنيف النصوص، تمام. وعندك مثال للريجريشن للاوتو ام بي جي شرحناه قبل هيك، خلاص خلصت هذه تقريبا، تمام. في عندك مواضيع الاندر فيت والاوفر فيت، واحنا مرينا عليها، بقول لك انه انت كيف تكتشف الاندر فيت والاوفر فيت مع التنسر فلو، بشرح لك كيف، تمام. اوريدي احنا شرحناه، خلصت هذه، تمام. في انت عندك هنا لود وبري بروسيس للديتا، لو انت محتاج اي حاجه في البري بروسيس للديتا ممكن ان انت تطلع عليه، كيف تعمل بري بروسيس للايمج، كيف تعمل بري بروسيس للفيديو سي اس في نمباي داتا فريم، فكل الداتا تايبس الموجوده عندك، تمام. بعدين انت ايش بهمك هنا؟ بدك تستخدم طبقه سي ان ان، عاده حتلاقيه هنا في الفيجن، اي حاجة يعني سي ان ان مناسبه للصور والفيديوز. افتح هنا في الفيديو في هذه انت بتلاقي هنا convolution neural network و image classification، تطلع على هذول الوصفتين، تمام. هذه ايش بيعمل؟ هيو بصنف لك الصور، هيو بدي لك الكلاسز، هذا فروك، هذه تراك، هذا دير، هذا اوتوموبيل، تمام. فانت عندك مجموعه من الكلاسز، وهي الصور انت عندك ار جي بي 32 بكسل في 32 32 بكسل في 3 اللي هي الار جي بي. هاي الطبقات تبعتك، هنا ايش مستخدم؟ كونفولوشن، وراها بولينج، هاي الطبقة الأولى،
الطبقة الثانية برضو convolution، وراها pooling، هاي الطبقة الثالثة. تمام؟ بعدين حتلاقيه انه هو ضاف لك طبقة أخيرة اللي هي الدنس بتساوي 10، لأنه هو بده يتعرف على 10 كاتيجوري عندك بهذا الشكل، ضافهم الطبقات. وانت عندك هنا في حاجة موجودة في التنسور فلو اللي هي الموديل سمري، تقدر تشوف ملخص لكل الشبكات او لكل الطبقات اللي موجودة انت عندك. الخطوة اللي بعديها كومبايل، الخطوة اللي بعديها فيت، تمام، الخطوة اللي بعديها ايفاليويت. فهي ورجي لك هاي المنحنيات تبعت الجوز. هذا مثال ثاني حتلاقيه برضه للايمج، بس اعتقد انه للفود. لا مش للفود، لا للفلاور، لا تتعرف على انواع الزهرات. هذه روز، هذه سان فلاور، تمام. فهنا نوع مختلف من الصور. فانت شوف المثالين هذول، انا بوري لك كيف انه تستخدم الكونفولوشن. روح على التكست، ايش حتلاقي؟ حتلاقي انه انت كيف يعني ممكن تستخدم الار ان ان، تمام. فهنا في الار ان ان هي تكست كلاسيفيكيشن ويز ار ان ان. شوف كيف تعريف طبقات الار ان ان. التعامل مع التكست شويه فيه صداع يعني. فهنا عرف اول طبقه، طبقه امبيدنج، تمام. بعدين عرف الطبقه الثانيه باي دايركشنال ال اس تي ام، لانه ال اس تي ام هي عباره عن نوع من انواع الريكرنت نيورال نتورك. بعدين دنس، وبعدين هنا دنس، هنا دنس 64، وبعدين هنا واحد، اخر طبقه للكلاسيفيكيشن، تمام. هاي يعرف الموديل وعمل له ترين زي هيك، وهي عمل له ايفالويشن بهذا الشكل. كيف يعني؟ هذا مش اسمه فيتشر جديد، انه انت بدك تضيف كلاس جديد. اه بدك انه انت، لا في انت عندك خاصيه انه انت ممكن انه انت تكمل التريننج، انه انت تعمل فاين تيونينج، تمام، انه تكمل انه التريننج ل موديل اوريدي انه كان تريد. صحيح صحيح، بس ايش ميزه الفاين تيونينج؟ الفاين تيونينج عشان انت تفهمه هي الترانسفير ليرنينج، هي البري تريند موديل، هي ترانسفير ليرنينج اند فاين تيونينج. هنا ايش حتلاقي؟ انه انت عندك، انت عندك الطبقات اللي هو يعني اوريدي اتدربت عشان تتعرف على الايدجز، تمام. ممكن انه ان انت تستخدمها زي ما هي جاهزه، والطبقه الاخيره اللي هي الدنس اللي فيها الكلاسز هي كانت فيها 10 نيورون، بتزود كمان نيورون، وهي هذه اللي بتدربها، هذه انت بتدربهاش. كيف بدك تمنع تدريبها؟ في عندك حاجه في التنسر فلو انه انت اعمل لي فريز من اللاير كذا للاير كذا، خلص هذا اللاير ما دخله في التدريب، ما تغير الويتس، بس طلع الاوتبوت وعلم واعمل تغيير للويتس من طبقه كذا لطبقه كذا. حتلاقي هذا الكلام وين؟ هيو عندك هنا في التيبل اوف كونتنت، فريز كونفولوشنال بيز. فبالتالي هنا انه بيز موديل ترينبل بتساوي فولس. بعدين هيو الفاين تيونينج، انه بقول لك بده يعمل انفريز لبعض الطبقات. ايش عمل هنا؟ ايش رجعها هنا؟ البيز موديل ترينبل بتساوي فولس، وبعدين هنا فاين تيون ات 100. معنى ذلك انه
لف على كل الطبقات انا عندي في الموديل. متخيل انه انت في عندك 100 طبقة في الموديل، تمام؟ من الاول لغاية ال100 ايش حط؟ انه الترينبل بتساوي فولس، معنى ذلك انه هو جمد من اول طبقة لغاية طبقة 100، من طبقة 100 للاخر، هذه انه بيعملها فاين تيونينج. فبالتالي انه انت بتقدر انه انت تستغل او تستخدم اي موديل انه تم تدريبه مسبقا وتضيف اللي انت بدك. تمام؟ كيف يعني؟ ما هو ما حدش بيبني موديل من اول وجديد، انت هلكت. لا 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 لا، مش اكواد، الموضوع مش موضوع اكواد، الموضوع انه بري تريند موديل. فانت كيف من وين بدك تجيب البري تريند موديل؟ حاطي لك مصدرين، المصدر الاول، تمام، سجل الملاحظه هذه عندك، اسمه تي اف هاب. اكتب انت عندك في جوجل تي اف هاب. نعم، هذا هو الموقع، تنسر فلو هاب. تمام، هذه كلها نماذج مدربة من قبل جوجل، هذه احنا كأفراد ما بنقدر نحن ندربها على جهازي وعلى جهازك ولا حتى على الكولاب. هذه محتاجة لديتا سنتر عشان انه هي تتدرب على هيوج داتا. بيكون انت عندك 4 مليون صورة، كل يعني الصور انه قديش عدد الكلاسز، مش عشرة كلاسز بس، 1000 كلاس. ففي عندك بعض الداتا سيت بيكون في عندك بتقدر تتعرف على 1000 اوبجكت. بتخيل انت بتبقى ماشي حاطط الكاميرا في الشارع بتتعرف على كل حاجه، انه هذا عباره عن اشاره مرور، هذا عباره عن ممر مشاة، هذا عباره عن شخص ماشي. بالضبط، انه ايش الليبل تبعها، بتلاقي انت عندك زي هيك. تمام، وهذا الكلام انت ممكن تشوفه بنفسك على يوتيوب. يعني انت لو دورت هنا في اليوتيوب وقلت convolution neural network object detection نظارات. So the answer of what I tried to say for this specific question. So the question. Object detection وحنحط street. هاي شغلات مثل هيك يعني، شايف؟ انه بتعرف على الاشخاص، بتعرف على اشارات المرور، بتعرف على السيارات، سيارات ذاتيه القياده، بتستخدم نماذج من هالنوع. تمام؟ حكيت هذه النماذج مدربه على داتابيز هيوج. احنا كافراد ما بنقدر انه احنا ندرب نماذج من هالنوع. فانت بدك تيجي تستخدمه انت عندك، فبتروح على وين؟ على تنسر فلو هاب. زي هيك. بتقول ايش التطبيق اللي انت بدك اياه؟ هل هو التعرف على صور؟ ولا التعرف على تكست؟ ولا التعرف على فيديو؟ ولا التعرف على ايديو اوديو؟ تمام؟ تيجي بتقول له انا بدي اتعرف على صور، هيو جاب لك، تمام، النماذج المدرب. تمام، يعني على سبيل المثال هنا لاند ماركرز. لاند ماركرز هذا مستخدم في الطرقات، بقول لك وين مدرب؟ مدرب على القارات، الكونتيننت، افريكا، اسيا، اوروبا الى اخره. تمام، وهنا بورجي لك اكواد كيف انه انت ممكن انه انت تستخدمه. تمام، لو بدك تستخدم مثلا على سبيل المثال الكلاسيفاير تبع افريكا، تيجي بتفتحه زي هيك. طب
انه انت تعمل كاستمايزيشن، انه انت مثلا على سبيل المثال انه انت ممكن تاخد موديل انه هو مدرب انه هو يتعرف على 1000 اوبجكت، انه انت تخصصه تزود الدقة تبعته على 10 مثلا على سبيل المثال، او انه انت على سبيل المثال انه انت ممكن تستخدم انه انت تعمل فاين تيون لا 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 لموديل انه هو ممكن انه هو يكون مستخدم مثلا في شغله معينه وتعدل عليه. هاي بورجي لك الكود هنا انه انت كيف تستخدم كود البايثون، هيك انه هو بيعمل داونلود للموديل تمام، وهي بورجي لك انه ايش التريننج داتا سيت اللي هو جوجل لاند مارك داتا سيت، داتا سيت من جوجل نفسها. شوف البيبر وهتلاقي انت في عندك ايش الكلاسز اللي موجودة. هيو 2279 popular landmarks from Africa. عارفين ايش يعني landmark؟ landmark يعني علامة مميزة، يعني زي مثلا برج ايفل، ورجيله برج ايفل وروح يتعرف عليه. مثلا قصر العدل في مش عارف في تونس، جامع القيروان في مش عارف أبصر إيش، تمثال مش عارف أبصر وين في مدينة أبصر إيش. أوكي طيب، هذا مثال على شو اسمه، على صور تمام. تيجي تقول له والله أنا بدي نرجع هذه وتقول له انا والله بدي فيديو. هذه موف نت عباره عن كولكشن اوف موف نت موديل فور افكتيف فيديو كلاسيفيكيشن. بيجي لك على سبيل المثال زبون بقول لك انا والله بدي اياك تعمل لي موديل يعمل تصنيف للفيديوهات مش للصور. طبعا ممكن انه انت تلاقي انه فئه الفيديوهات تبعته انه يعني ما فيش موديل انه هو جاهز بركب عليه، بس في موديل انه ممكن تعمل له فاين تيون. عشان هيك يعني مهم جدا هنا في التنسر فلو تطلع على جزئيه الترانسفير ليرنينج وتفهم ايش الاليه تبعتها، لانه ممكن تلزمك بشكل كتير كبير. ايش يعني ايش روابطي؟ هذه عباره عن اسماء موديلز. تاخذ الموديل كله لا كيف بدون داتا سيت؟ قصدك مرات بتكون الداتا سيت بابليك، بس يعني الداتا سيت موجوده وبابليك، انت بس انت مش حتقدر تبني زيه لانه محتاج كومبيوتيشنال باور عاليه كتير تمام. هذا الموقع الاول. الموقع الثاني اللي هو الهاجينج فيس. في الهاجينج فيس انت ممكن تدور برضو على نماذج مدربه مسبقا بري تريند موديلز. فانت بتيجي بتفتح هنا هيو بتختار ايش التاسك اللي انت بدك اياها، كمبيوتر فيجن هيو محطوط لك مصنف لك اياه، بعدين ناتشورال لانجويج بروسيسنج تمام، اوديو مالتي مودال تمام. خلينا نشوف على سبيل المثال بما انه تعرفنا على صور وشغلات زي هيك، خلينا نتعرف على الناتشورال لانجويج بروسيسنج. يعني على سبيل المثال خلينا نشوف الكيو اي موديل تمام، بما انه احنا يعني موضوع الشات جي بي تي انه هو فايع، والشات جي بي تي هو عباره عن يعني ممكن تعتبره انه هو كيو اي موديل، انه انت بتعطي له سؤال وهو بيعطي لك الجواب. هي انت في عندك هنا عشان تفهم الكونسبت تبع الكيو اي. وبالمناسبه مين الكونتريبيوترز في الهاجينج فيس؟ انت عندك الشركات الكبرى، عندك الاوبن اي اي، عندك مايكروسوفت، عندك جوجل. تفتح البري تريند موديلز تبعتها بشكل مفتوح وموجوده متاحه هنا. يعني على سبيل المثال خلينا نشوف هيو هذا الكيو اي موديل، هذا على سبيل المثال هنا بيعطي لك في الكيو اي موديل انت بدك تعطي له شغلتين، بدك تعطي له الكونتكست تمام، هيو اداله التيبل هذا، وهنا اداله جواب سؤال. سؤال انه هو how many stars does the transformer repository have. الجواب هنا انت عندك جدول
في عدة مستودعات، مستودع ترانسفورمر، مستودع داتا سيت، مستودع توكنايزر، وكل واحد فيه قديش لقباله للستارز، وبالإضافة للكونتريبيوترز وإيش لغة البرمجة. فالإجابة اللي بده يستخرجها وين موجودة؟ هنا، تمام؟ الترانسفورمر ريبوزيتوري كم ستار موجود له، او قديش يعني قديش عنده نجمه. فبتعمل كومبيوت، يعني هو بورجي لك انه هذا بس ديمو للموديل، يعني حياخذ شويه وقت. فقلت لك كيف بدك تستخدمه؟ هي بتروح قبل ما يحسب هنا، بتروح على يوز ترانسفورمر، بورجي لك كود البايثون اللي انت كيف ممكن تستخدمه عشان تستخدم هذا الموديل. هي كوبي، هذا تنسر فلو باي تورش، في بعض النماذج المدربة مسبقا تنسر فلو، البعض الثاني باي تورش. هذه شو اسمه، يعني جوها شغلة مستقلة، يعني مش 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 تابع لجوجل ولا مايكروسوفت، هي عبارة عن يعني بتقدر تعتبرها انه هي زي الجيت هاب. الجيت هاب مش هو شركات بتحط فيه المستودع، يعني مستودع، يعني هو عبارة عن مستودع أكواد وشركات بتحط فيه الأكواد تبعتها، هذا عبارة عن مستودع للنماذج للماشين ليرنينج بري تريند موديلز، والشركات والأفراد والباحثين بحطوا نماذجهم المدربة هنا، بدل ما يحطوها في الجيت هاب بحطوها هنا. فشوف لي الجواب، طلع الجواب هي، عمل اكستراكت للانسر، تمام. ممكن انا اجيب لك نماذج بالعربي، يعني لانه انت ممكن تعمل فلتر لللانجويج. فهنا في الناتشورال لانجويج بروسيسنج اخترت انا ارجع مره ثانيه كيو اي كويشنينج انسرنج، وهنا اقول له بدي اعمل فلتر لللانجويج، واقول له بدي اياه عربي، تمام. فجاب لي هنا النماذج لكيو اي مودلز، وزي ما انت شايف فيها نفس الكونسبت تبع الجيت هاب، انه قديش عدد الداونلود وقديش عدد الستارز وقديش عدد، يعني اشهر موديل هو هذا. وفي الارا الكترا ارابيك سكواد فيرجن 2 كيو اي. خلينا نجرب هاد ونجرب هاد، نشوف هذا. لا بدك تدخل السنتنس من عندك، ما في شيء فيه. هاي هذا، انا يعني اسمي سعيد واسكن في حيفا. هنا هذا الكونتكست، لانه زي ما حكيت لك انت في عندك الكيو اي في عنده مدخلين، وبدك الموديل يستخرج الاجابه. ايش السؤال انت عندك؟ ما اسمي؟ يفترض انه يطلع لك الجواب سعيد، تمام. فحكيت اللانجوج موديل تبع تشات جي بي تي بيكون عنده يعني كل المقالات الموجوده في الانترنت وكل ما هو مكتوب ومتاح على الانترنت، وانت بتعطي له اسئله وهو بروح بيختار او بينتقي الجواب عندك من المكان الصحيح. تشات جي بي تي لا، ال 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 حاجات يعني هاي جاب لك الجواب سبعة سعيد، وهنا بيجيب لك قديش هو سيرتن 97 أو 99.7%. حاجات سؤالك كمان مرة، تشات جي بي تي هو مبني على الموديل جي بي تي. انت في عندك جي بي تي 1 2 3، الإصدار الحالي هو 3، تمام. الموديل هذا مش متاح للعامة، لا تبع مؤسسة اوبن اي اي. في الاوبن لا، مش لمايكروسوفت تحديدا، يعني هو لما اعتقد انه اتحاد بعض الشركات، يعني
وإيلون ماسك له دعوة في الموضوع، أو أعتقد تسلا إلها علاقة، مش عارف يعني. يعني هنا أنت في عندك أعتقد، لا هي شركة، يعني إنه شركة مستقلة يعني، حتى إلها برايسنج هنا. ماشي، هي بتستخدم للريسيرش، في ناس بتدعمها في الريسيرش لأنه هي عندها خبرة كتير ممتازة في الموضوع يعني. فبدل ما مايكروسوفت إنه تعمل أبحاث هي بنفسها، ممكن إنه أنا بقول لك أنا بعطيك فلوس وأنت اعملي أبحاث، بس بدنا الأبحاث هذه تكون باتجاه معين، لأنه هذه المودلز الناتجة رح تعلموها إنه إحنا بدنا نستخدمها في كذا وكذا وكذا يعني، إنه بكون في عندهم تطبيقات إنه هم معتزينها يعني. فهي البرايسنج تبع يعني، هنا بحاسبك بالتوكن، واضح ايش التوكن؟ يعني بحاسبك بالكلمة، كل كلمة انه بتكلف هذا. يعني انت لو كان في عندك مثلا مستند فيه 100 كلمة، تمام، فبقول لك انه السعر بيكون 4 من 10,000 لكل 1,000 توكن. بس ماشي، بس انه انت بدك يعني تستخدمه بشكل مستمر يعني. انت بتذكرني في واحد، نزل تطبيق على المتجر بس ربطه في خدمة، لجوجل، مش عارف ايش، مش فاكر ايش هي بالضبط، اعتقد يمكن سبيش او ترانسليش، مش هلا مش المهم، في خدمة انه برضه انه بتحاسب انه زي هيك يعني، انه هو فكر انه هو ثمن زهيد. نزل التطبيق، نسي كم من يوم، لقى انه بالكريدت كارد مسحوب 10,000 دولار. فانت لما يكون في عندك مستخدمين كتار تفرق. صحيح، لإلك شخصي بيكون رخيص يعني، لكن انه انت بدك تستخدمه على يعني انه يعني ك اي بي اي انه تتيح للمستخدمين، لا حيكون يعني حتكلف مبلغ كتير كتير كبير.